مسيان مارك جديد وحلقة جديدة. واليوم يا حبايبي راح نلعب لعبة فول جايز، تحديات مجنونة. والمرة اللي طافت وصلنا تقريبا للجيم قبل الأخير وكان ممكن نحن نفوز في أي لحظة. المرة اللي طافت لعبنا بشخصية التمساح، اليوم راح ندخل بشخصية مختلفة. اليوم يا جماعة راح نلعب بشخصية اللكمة. طبعا يا جماعة لا تنسوا زر اللايك والاشتراك معنا في القناة، فيلا كل واحد يضغط زر اللايك. اوكي الحين ناخذ شخصية اللكمة على طول، راح نشوف هذا الشخصية راح نلكم فيها الناس ونفوز عليهم ولا ما في فايدة، بس احنا قاعدين ناخذ شخصيات وبس. كتبوا لي تحت توقعون يعني ايش راح نسوي. ناخذ اللكمة هني واتوقع الجزء السفلي لونه اخضر المفروض، يب هذا هو. فالحين والله تصدقون الشكل هذا مضبوط اكثر، هذا مضبوط اكثر، خلاص راح اخذ هذا، احسه مضبوط اكثر يعني مناسب للكمه حقتنا. التحدي الاول هو تحدي الابواب العشوائيه. اوكي تحدي الابواب العشوائيه، لازم احاول اني اكون تقريبا في وسط الناس واخلي ناس قدامي، وايضا لازم يكون في ناس وراي عشان يعني ما يفوزون علينا في النهايه. فراح نعتمد على الناس لانهم هم يجربون الابواب ويشوفون وش الابواب اللي ممكن انها تنفتح. فيلا على طول خلنا نلعب. 3 2 1 ليتس جو. 41 شخص راح يتاهل. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا ننط هني. يلا 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 ونروح 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 ونروح. الجهه اليمين هي الجهه الصحيحه. نروح وين نروح وين نروح وين نروح. اوكي الناس هني تقريبا، خلنا نعدي. حلو معاهم. اوكي في شخصيه الحمار قدام، خلنا نروح وياه. اوكي قاعد يمشي صح والله، اشوف اشوف اشوف. اوكي 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 حلو حلو حلو. يا رب صح يا رب صح يا رب صح يا رب صح. اوكي وات 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 يا جماعة، اتوقع كل الابواب صح، مو معقول والله يا جماعة مو معقول، اتوقع كل الابواب صحيحة. هذه اللعبة اذا تأخرت شوي راح تطلع وما راح تقدر تتأهل. الجيم الاول تأهلوا 41 شخص، يعني تقريبا يعتبر عدد كبير. انا اتوقع كان ممكن انهم يخلون عدد اكبر ينطرد، بس اتوقع حاطين بالهم فكرة ان الناس يبون يلعبون 5 أيام 6 أيام، يعني ممكن نحن نطول في الايام اللي احنا نلعبهم، عكس السابق يعني ممكن انك تلعب 3 أيام او جيمين، الجيم الثالث تلاقي نفسك في اخر تحدي. فيلا مو مشكلة، احنا خلنا نشوف الحين وش راح يكون تحدينا الجاي. يا رب يا رب شيء زين، يا رب شيء زين، يا رب شيء من الأشياء اللي أنا ممتاز فيهم. بعدوا عني الأشياء الرياضية وبعدوا عني ما أدري، بس أشياء رياضية أتوقع. أي بعدوا عني كرة القدم وكرة الطائرة وعطوني شيء أنا أحبه. أوه أوكي، الحلقة اللي طافت لعبنا بالضبط في هذا المكان. حبيبي هات لي المكان هذا، لعبتي أنا الأمور هذه. يلا أنا مستعد وجاهز لهذا التحدي، عطونا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي 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 هني انا عاده اكون جيد. اصعب مكان موجود هو اخر شيء، مكان المروحه والاشياء هذه اللي تنططك، هي اصعب منطقه موجوده في اللعبه. اوه انا قدام 26 شخص بيتاهل. 3 2 1 ليتس جو يا جماعه، باذن الله نتاهل. اوكي انتبه الكره جايه. روح الجهه اليسار. ايوه ايوه حلو كفو. خذ الجهة اليمين. في ناس يروحون تحت، والله خاطر اجرب اروح تحت بس بتمهني. اكلت لي لكمة وانا لحالي لكمة يا سيد انت لكمة. اي 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 لا 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 لا. اوكي 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 وضعي ممتاز، وضعي زين وضعي زين. ليش طحت ليش طحت؟ بسم الله عليك قوم 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 يا حبيبي قوم، خلنا نكمل التحدي حقنا. قوم بس. ايوه حلو حلو حلو. الحين اهني. اوه ماي جاد، لا اهني احس افضل مكان. تعالي هني، تعالي يا جماعه نتاهل، اتاهل من بين اوائل الناس اللي تاهلوا على طول. أوه. هذا وين راح؟ راح فوق. هذا راح فوق يا جماعه. اوكي حلو 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 حلو. ها بيتأهلون بسرعة، في ناس واجد، بس أبغى أشوف الحماس اللي بيصير الحين. أيوه أوكي هذا بيضبط وضعه، والله ضبط وضعه. أوكي اللي بعده راح نكون 26 شخص، وبعد بحاول أتأهل، بس فكونا من الألعاب الرياضية، عطوني ألعاب فردية
انا اقدر امشي نفسي يعني بالالعاب الفرديه، بس الالعاب الجماعيه اللي لازم اعتمد على ناس او لعبه رياضيه مثل كره الطايره ما يمشي معي، هالاشياء صعبه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب يا رب يا رب شيء زين، يا رب شيء سهل، يا رب شيء بسيط، يا رب شيء اقدر اتاهل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذه ما احبها، هذه يا جماعه نهائيا ما احبها. لعبه الفواكه هذه من اول سيزن اعتقد ما كنت احبها، من اول سيزن اعتقد كانت في اول سيزن او ثاني سيزن، المهم انه من الاشياء الاوليه اللي موجوده في اللعبه. كريهه كريهه كريهه، لو عاد تكون الاول فجاه الفواكه كلهم يصيدونك فجاه. يلا الله يستر الله يستر، عادة انا اخسر هني عادة يعني. 3 2 1 جو. بسم الله. وخشب بعد، خشب بعد، اوكي خليك هني. اعتقد اللي قاعد اسويه صح، احتاج انط ولا لا؟ لا في ناس قاعدين ينطون. اوه احس الحين بيصيدون الفواكه. لا ما صالوني، يا رب ما يصيدني شيء، يا رب ما يصيدني شيء، يا رب ما يصيدني شيء، يا رب ما يصيدني شيء. فكني من كل شيء موجود. اوه ماي جاد يا جماعه، يا جماعه تاهل ثاني واحد تاهل، مو معقول. انا عاده اللعبه هي ما اعرف العب فيها، بس شكلي فهمت ايش لازم اسوي. يعني هي حظ، هي صراحه حظ يا جماعه، لان شوفوا الفواكه تجيك بشكل عشوائي، يا انها تصيدك يا انها تجي جنبك يا انها تصدم في فواكه ثانيه وتجي فيك، فخلاص تاهلنا. اللعبه هذه معقده نعتبرها، فتاهلنا. شنو الجيم الاخير ولا قبل الاخير؟ بسم الله الله يستر. 15 تكفى، مو لعبه جماعيه. بليز وصلت بعيد يعتبر. اذا لعبه جماعيه راح ازعل، اذا لعبه جماعيه راح ازعل. الله يستر الله يستر، يا رب يا رب شيء زين، يا رب شيء زين، يا رب شيء زين. اوكي 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 اوكي، بس العدد قليل فكل شيء صعب. اتمنى ان الجيم اللي بعده هو الاخير، اتمنى عاد خلنا نتاهل. انا اول في البدايه خلنا نتاهل، تالي يصير خير على الاشياء الجايه، فبحاول الحين انا بنفسي اتاهل بعدين يصير خير. فالحين هني ركز 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 زين، ركز زين. بسم الله بسم الله، يلا 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 مستعد انا. يلا 3 2 1 جو. راح ينطردون 6، راح ينطردون 6 يعني في الغالب. او ماي جاد، اوه فوق بعد، فيه اللي فوق ما نشوفهم، اللي فوق ما نشوفهم. اي اله الا الله، في 6 بيطلع، لا 6 بينطردون، 6 بينطردون. اي لا اله الا الله، لا اله الا الله. في 3 ماتوا اوريدي، شكله دوري. 4 ماتوا، 4 انطردوا، هو يعني ما ماتوا. انا حي، لا اله الا الله. قم عني، مسكني الفاشل، مسكني الفاشل. قبل شوي مسكني. الحين ايش فيك معلق زي؟ والله خايف، خايف مليون، خايف مليون. في ناس قاعد يموتون. باقي واحد ينطرد، يا رب مو انا، يا رب مو انا. يس 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 يس، تأهلت الجيم اللي بعده. عاد ما تحطني في الجيم الأخير مشكلة، ما تحطني في الجيم الأخير مشكلة. كم واحد راح يضل؟ 9. اوكي 9 الجيم الأخير خلاص. أتمنى من اللعبة يحطوا لنا جيم المروحة. لأنه أعتقد أكثر شيء في ستيف السابق، يعني ممكن نسيت الحين كيف اللعب فيه، بس هو أكثر شيء في ستيف السابق. وتكفون ما تعطونا الذيل. المروحة المروحة يا جماعة، المروحة. يلا على السيد، عطوك الشيء اللي تبيه، بس بشوف بعد، ترى يمكن مروحة ومصعبينها زيادة حين صاروا، لأن يغيرون في الألعاب بشكل كبير. ياااااب، حطوا المروحة ومعاها مروحة هوائية، تدرون ايش معناتها؟ معناتها أن بسهولة تخسر، بسهولة 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 تخسر. أوكي بحاول أني أكون دائما توهقت. لا اوكي، نط نط نط. اوه ما نقدر نركض، ثواني ما نقدر نركض. لا 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 لا. اوكي اوكي اوكي، المروحة بتورطنا، المروحة الهوائية بتورطنا.
المروحة الهوائية ورطة يا جماعة. حاليا في واحد بس خسر، قاعد يصغر المكان، المروحة قاعدة تجي. فوكس يا سيد، لازم نمشي عكس المروحة. قوم، لحد يمسك، لحد يمسك يا جماعة. والله التحدي صعب، التحدي لحاله صعب. بعد تمسك، اوه اوه اوه، احنا كلنا هني، احنا كلنا هالجهة، ترى يمكن الجهة الصحيحة الجهة الثانية. زين زين زين، لا لا، خسرنا 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 خسر. انا اخر واحد، انا مو اخر واحد يا جماعة، انا اخر واحد، ترى كلهم طاحوا، انا الوحيد اللي اخر واحد اللي وصلت الارض. اعتقد يا جماعة، اعتقد يمديكم تعيدون تشوفون، اذا اكتبوا لي تحت في الكومنتات بعد، اذا ما خاب ظني انا اخر واحد طح تحت، فالمفروض ان انا اللي افوز. يا حبايبي اتمنى انكم تضغطون زر اللايك، تشتركون معنا في القناة، ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى من لعبة والعاب ثانية. مع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.